ازيكم هتقيت عاملين ايه؟ بصوا دلوقتي جايلكم في مقلب جامد جدا، بس بصوا الهدوء دلوقتي مطر ليه اكل المطبخ وانا هخش اعمل فيها مقلب جامد من الاخر. تعالوا معايا وتشوفوا ايه المقلب، يلا بينا. الو، ايه ايه يا عم، اسف، عامل بيها ايه يعني؟ عامل بيها ايه؟ ايه اسف يعني؟ لا يعني انت تكسر مشاعري قدام صحابي وتقلبني قدام صحابي في الاخر تيجي تقول لي اسف ونقول لك طيب ماشي قلت اسفك وخلاص كده؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني اف اف لا مش عاوز اعرفك تاني. اف اف سلام سلام. ايه يا حبيبي مات؟ يعني دي كمان يعني واحد صاحبي يجي يكسر مشاعري قدام صحابي ويهزعني ويجي يقول لي اسف صراحه كده عادي؟ خلاص يا حبيبي مش هتأسف لك، خلي قلبك ابيض يا بابا. يعني المستوى ايه؟ ده يعني ايه طيب؟ مش هتأسف يا هو حبيبي، صحابي يعرفوا ان انا متأسف يعني ايه يعني؟ يتأسف لك. لا بس برضه دي مش حاجه يعني، يعني ايه تأسف لي؟ خليك انت احسن يا حبيبي ومصالح وخلاص طالما تأسف لك. يعني ايه يا ماما برضه؟ يعني قول لي يعني ايه يا انت حبيبي؟ انا لازم اوضحك اكتر عشان مش فاهماني. وتوضح لي اكتر، توضح لي. دلوقتي ده الطبق ماشي، نفترض ان الطبق ده بقى مشاعري ماشي، عملت كده اتكسر، فبس تعرف ترجع مشاعري كده تاني؟ اللي انت عملته ده ايه؟ اللي انت عملته ده ايه؟ 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 ده انا هكسرك زي الطبق اللي انت ايه؟ ايه؟ ايه بسرعه مشاعرك خلاص من النبي، مشاعرك النبي خلاص، خلاص من النبي، خلاص من النبي، خلاص يا ماما النبي، خلاص 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 كسر النبي خلاص. انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف انا اسف اسف منين اسف دي؟ طب لو شيت اسود اللي يخليك تخيب للاسف، خلي قلبك ابيض، خلي قلبك ابيض. انا اسف يا ابني، تعالى يا ابني هكسر الباب، خلاص من النبي يا ابني تعالى لي احسن، خلاص لا اله الا الله يا ماما، خلاص ماشي بتقفل الباب. انا ماشي انا بنشر خلاص بقى يا ماما بقى، والنبي خلي قلبك ابيض. قال ايه؟ قال اسف. خلاص هو انت الطبق اصلا انت الطبق اللي دايما قاتل دي. دلوقتي روح للطبق يا خلي قلبك ابيض ليه تاني؟ يعني انت مش هتخرج من الاوضه؟ هتخرج، خليك بقى محبوس لحد ما ابوك يجي. دلوقتي يا جماعه المقلب مش جامد جدا زي ما انا كنت عاوز، بس احنا بنروح لصالحها عشان لو قالت لي بابا انا هموت بجد، يعني بابا مكان الطبق ده بجد هتكسر ماشي. فطبعا انت عبيط، انت عبيط، انت بتكسر الطبق بجد يا مصطفى؟ انت عاوز اعمل ايه يعني؟ عاوز اعمل ايه؟ ايه ده يا مصطفى ده؟ ماما انت لسه بره؟ لا انت زرت ازاي؟ يعني يعني ازاي يعني؟ لا لا يلا باي باي يا تيت.